بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. كنا قد ذكرنا سابقا أن كل يوم لدينا درس إما في مهارات القراءة أو حرف، وقد وصلنا في سلسلة حروف اللغة العربية إلى حرف جديد لنتعرف على هذا الحرف. بداية لدينا هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ هي صورة هدية. هدية، نلاحظ أن الحرف الملون باللون الأحمر هو حرف الهاء. إذن درسنا لهذا اليوم سيكون عن حرف الهاء، حيث سنتعرف على أشكاله مع الأمثلة والصور والمدود القصيرة والمدود الطويلة. ولكن بداية لدينا نشيد بهذا الحرف. الآن سأترككم مع فيديو لهذا النشيد، أرجو أن تستمعوا له. هبطت هاء عند الهرم، قالت هذا يشبه شكلي، حرفي يسكن وسط السهل، وله وفيه وفيهم حرفي. أطلق سهما وسط الهدف، فأصاب السهل بإتقان، فهتف وهتف حلو هدفي، ويكون على هذا الشكل. مثال ذلك كلمة نهر، نلاحظ أن حرف الهاء جاء في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده، وفي آخر الكلمة منفصل، قلنا هذا شكله. مثال ذلك شفاه، نلاحظ أن حرف الهاء جاء في آخر الكلمة منفصل، أما في آخر الكلمة متصل. كلمة طه، جاء حرف الهاء متصل بما قبله وهو حرف الطاء. إذن هذه هي أشكال حرف الهاء مع الأمثلة. الآن سننتقل إلى قراءة الحرف مع المدود القصيرة والمدود الطويلة. هاء فتحة هاء، وهاء ضمة هو، وهاء كسرة هي. أما المدود الطويلة، هاء ألف هاء، وهاء واو هو، وهاء ياء هي. الآن سنعطي مثال على كل منها. هاء فتحها هتف،
جاءت الفتحة فوق حرف الهاء. أما ما يقابله بالمد الطويل هاء ألف هاني، هاني. هاء ضمه هنا. أما هاء واو هواء، جاء حرف الهاء وتلاه حرف الواو. أما هاء كسرة هي، هبة اسم، نلاحظ أن الكسرة جاءت مع الهاء أو تحت الهاء. هاء يا هي، مثال ذلك اسم هي. إذا هذا حرف الهاء مع المدود القصيرة والمدود الطويلة. الآن لدينا بعض الصور تحوي على حرف الهاء لنشاهد. في الصورة الأولى نلاحظ صورة حيوان وهو فهد. في هذه الكلمة جاء حرف الهاء في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده. الصورة الثانية هي صورة هاتف. نلاحظ أن حرف الهاء جاء في بداية الكلمة متصل بما بعده. الصورة الثالثة هي صورة هرة. كذلك جاء حرف الهاء في بداية الكلمة. الصورة الأخيرة هي صورة مياه. مياه جاء فيها حرف الهاء في آخر الكلمة منفصل. الآن لدينا تدريب بحرف الهاء. أضع دائرة حول حرف الهاء المناسب. لدينا كلمات فيها حرف الهاء مع أشكال حرف الهاء. الكلمة الأولى هي فهد. نلاحظ أن حرف الهاء جاء في وسط الكلمة. أي هذه الأشكال هو شكله في وسط الكلمة؟ طبعا هو هذا الشكل. الكلمة الثانية هاني، جاء حرف الهاء في بداية الكلمة. في بداية الكلمة هذا هو شكله في بداية الكلمة. الكلمة الثالثة هي شفاه، جاء حرف الهاء في آخر الكلمة منفصل، وهذا هو شكله في آخر الكلمة منفصل. وأخيرا كلمة وجه، نلاحظ أن حرف الهاء جاء في آخر الكلمة متصل بما قبله، وهذا هو شكله في آخر الكلمة متصل. الآن ننتقل إلى بعض التدريبات تحليل وتركيب. السؤال الأول أحلل. لدينا كلمة هواء، تحللها إلى حروفها هاء واو ألف وهمزة في آخر الكلمة. الكلمة الثانية هي فاكهة، فا ألف كاف هاء في وسط الكلمة وتاء مربوطة. الآن تركيب. لدينا الكلمة الأولى ميم نون وتاء وزاي وها، تصبح كلمة منتزه. تاء ألف همزة على نبرة وها، تصبح كلمة تاء إيه. إذا هذه هي التدريبات. الآن ننتقل إلى الواجب المنزلي في الصفحة 45. السؤال الأول تحليل والآخر تركيب. أحلل. لدينا كلمة هدهد، نحللها إلى حروفها، وكلمة مياه كذلك نحللها إلى حروفها. أما التركيب، لدينا كلمة أزهار نجمعها في كلمة واحدة ونكتبها، وكلمة رفاه كذلك نجمعها في كلمة واحدة ونكتبها. ونكون بذلك أنهينا درسنا لهذا اليوم. المطلوب منكم حل الواجب المنزلي بالإضافة إلى حفظ أشكال حرف الهاء. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.